السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي متابعينا على اليوتيوب، أنا بكلمكم النهاردة من قدام التابوت الداخلي ومياء سويا، الذي اعتقد البعض أنه سويا أو يويا أنه سيدنا يوسف عليه السلام. عثر بداخل هذا التابوت الرائع المغطى بالذهب كما نرى على مومياء يويا في حالة جيدة جدا من الحفظ، تعتبر من أفضل حالات التحنيط. ها هو يويا، وهذا هو تابوت مغطى بالذهب، خشب مغطى بالذهب. سنستعرضه من جميع الجوانب إن شاء الله سبحانه وتعالى. يعني رائع رائع جدا يويا، وكان زي القمر على فكره. المهم المومياء، ما زال الشعر المصبوغ بالحناء موجودا. انظروا الى وجهه، يبدو كشخص نائم بطريقه جميله. ما زالت المومياء في حاله ممتازه. على فكره الكتان الموجود على المومياء ده عمره حوالي 5000 عام. انظروا إلى قدميه، ما زال النعل فيهما وقد غطي بالذهب. رائع يويا، وكما قد قلنا تعتبر مومياءه من أحلى وأفضل حالات الحفظ. ده الجزء الأسفل من التابوت، وأدي مومياء يويا. هذا هو التابوت الداخلي. أنا آسفة، هذا هو التابوت الداخلي يويا، وهو مرتدي على القناع وقد غطي برقائق من الذهب. وبالفعل يويا من أحسن حالات التحنيط. من الخشب. الشعر مصبوغ بالحناء، والوجه هادئ تماما وكأنه شخص نائم. الأصابع كاملة، سبحان الله، لم يتغير جسده ولم يتحلل. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. فقد عثر بداخل هذا التابوت على مومياء يويا مرتديا القناع الذي قد أظهرته في أحد فيديوهاتي، وقد غطي برقائق من الذهب وطعم بالأحجار شبه الكريمة. تظهر عند قدم التابوت المعبودة إيزيس جاثية، وعند رأسه المعبودة نفتيس. حنة جسد يويا بالطريقة التقليدية، نزعت الأحشاء من الجانب الأيسر وغطي مكان فتحة التحنيط بلويحة ذهبية بيضاوية الشكل. وتوفى يويا في سن كبير بالنسبة لقدماء المصريين، في سن من 50 ل 60 عام، وهي سن عجوز جدا بالنسبة للمصري القديم. وكانت أسنانه متأكلة، كما كان يعاني من بعض آلام الظهر عند الوفاة، ولم يعرف بعد سبب الوفاة. هذا هو تابوت يويا، وهذا الكتان عمره 5000 عام، وهذا التابوت عمره حوالي 5000 عام. ويويا هو والد الملكة تي. هل رأيتم يويا؟
ها هو يوم، هذا هو يوم. أما هذا فهو تابوت الداخلي ومومياء تويا أو ثويا. وهي ترتدي كما قلنا صندل من البرجي مغطى بالذهب. هذا هو الجزء الأسفل من التابوت، ولكن ما يهمنا أكثر المومياء فهي في أفضل حالات حفظها. كانت ملامحها جميلة حتى بعد وفاتها رحمها الله. وهذا هو الجزء الخارجي من التابوت. الله على الجمال، الله، سبحان الله سبحان الله. هذه هي سويا زوجة يويا، أو تويا زوجة يويا. ستصيبكم الدهشة عندما تحضرون إلى هنا وترى تلك المومياوات في تلك الحالة الرائعة من الحفظ. أما هذه فأشرطت مومياء يويا وثويا أو وتويا، وأشرطت موميائها من الكرتوناج المذهب والمفرغ، وكانت تغطي مومياواتها. وعلى فكرة وجد يويا في مقبرة غير مزينة خالص بأي نوع من الصور، ولذلك اعتقد البعض أنها مقبرة الملك، أقصد مقبرة النبي يوسف، لأن ديانته تمنع التصوير، وقد كان موحدا مؤمنا بالله عليه السلام. وبالطبع لا أظن أن يويا هو يوسف. وهذا تمثال لطائر الباء. والباء هي الروح في اللغة المصرية القديمة، على شكل جسم طائر ورأس إنسان كما نرى. جسم طائر رائع. ورأس إنسان، ويحمل ملامح المتوفي. ويقف التمثال على قاعدة وأمامه مائدة قرابين. واعتقد المصري القديم أن الروح تغادر الجسد ثم تعود مرة أخرى بعد التحنيط وتتعرف على ملامح المتوفى وتتلبس به مرة أخرى. وهذا نموذج لتابوت عليه المعبود أوزوريس، صورت عند منتصف جسده إيزيس على هيئة طائر له جناحان مفرودان. أما هذا فهو الطعام الذي يعني وجد معه. هذه قطعة من اللحم، ولعل هذا ضلع أو فخذ بقرة، لأن الطعام هو أهم وسائل البقاء على قيد الحياة. احتوت أيضا مقبرة يويا وتويا كما نقول على طعام، جففة أضلاع وأوراق وشرائح اللحم البقري بالملح أو النترول، وهو عبارة عن خليط من الملح وبيكربونات الصوديوم، وكان يستخدم في التحنيط، يتم خلطهما من بعض التوابل. كما استخدم رتنج الفستق المستورد من لبنان لأنه يطفي رائحة لطيفة ويزيل الروائح الكريهة ويطهر ويطرد الحشرات. ثم لفت قطع اللحم بالكتان قبل وضعها في توابيت صغيرة كما نرى. انظروا انظروا
هذا كتف من أكتاف البقر أو المعز، موضع في صندوق مجفف، وهذا تمثال لشخص يقدم قرابي. أما هذه فبردية يويا، عثر على بردية يويا التي تضم كتاب الموتى، وهي أطول بردية في المتحف المصري والمتاحف كلها. في ممر المقبرة على أرجح الآراء بيبلغ طولها حوالي 20 مترا، وهي موزعة على 35 ورقة، كل ورقة بين 11.5 و14 سنتي. وكتبت هذه البردية بالهيروغليفية الدارجة البسيطة، وتتميز بالرسومات المصورة الرائعة. سأبدأ البردية مرة أخرى من الأمام. هذه هي بداية البردية، ونسير سويا مع البردية. بتسكن البردية بعد ذلك فقرات قصيرة تتناول الجلوس مع المعبودات والتواجد بالقرب من رب حتحور، وتليها تعاويذ تتعلق بقلب المتوفى وعدم الشهادة ضده في مملكة الموتى. حتى نصل لآخر تعويذة في البردية سأريها لكم، والتي تجعل المتوفى عظيما في حضرة أوزيريس وتمنحه السيادة أمام تسوع الأرض. أطول بردية في المعبد المصري، طولها 20 متر، بردية يويا، وجدت في مقبرتي، في الممر المؤدي إلى مقبرته تحديدا. وهذه هي نهاية البردية، وإلى لقاء آخر. استودعكم الله الذي تضيع ودائعه، مع فيديو رائع ومميز من مسرح حبيبتي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.